ما بقاطعكم، لكن انا وصلت رساله البارحه من شخص غالي لحد الشباب، اني بقرا لكم مضمونها اللي يقول الى عبد الله الرزقي. بقول والله بقولها الى عبد الله الرزقي يا فيصل عرجاني وعبد الله الروقي، احبكم لكم عينين في راس، ارجو القاء هذه القصيده. الى عبد الله الفريدي على البث، وشكرا محبكم عبد المحسن الفريدي. يقول الساهر خال عبد الله الفريدي، يقول هذا الفراق اللي به الناس يبكون، عبد الله فراقه ما هو بيت فراق، عبد الله فراقه كما اللي يموتون، لازم تعزوني على مر الاشواق، طولة غيابها كل يوم تعزون، لان عقب فرقاها يبسنا الارياق، ليل غشا صبحي بها الهم مكنون، وضيق علي بهم ما عاد ينطاق، صرت الضرير اللي فقد جملة عيون، وصرت اليتيم اللي نواسيها بعناق، عقبك قضاها الكون ما ادري وش يكون، بس الاكيد اني وحيد ومن عاق، مرات انا صاحي ومرات مجنون، هايم على درب القدم وين ينساق، بس ادعي اللي له عبيده يصلون، يلا عسى شمسك تعجل بالاشواق. صح الله لسانه، هو يستاهل عبد الله الفريدي وبيض الله وجهه، هذه رساله موصله، الله يطول بعمره، تستاهلها والله، يبيض وجهه عبد المحسن الفريدي. لا انت عبد الله صح، تبدا تستاهل يا عبد الله، تستاهل الطيب. ما لا الحين متسابقين، يجيكم هدايا ورد وذا اي بالهدي. بس يقول لك انا اقطعوا رزقك، ما انت اقطعوا رزقك يا اخوي، انت ناجح جواد، اقطعوا رزقك ناجح، لكن علي ذا هذا علي. وش تعليقك ابو نزال؟ والله انا اقول هذه اجمل هديه انا وصلتني، انا ما وصلني هدايا، لكن انا اشوف ان هذه افضل هديه انا جاتني واكتفي فيها والله، لان عبد المحسن ما هو بس مجرد خال، هذا صديقي واخوي، يستاهل واقرب الناس اللي يستاهل، صح لسانه، وصلت والله قصيدته، وصلت مشاعره، وتستاهل والله، تستاهل تستاهل، صح الله علينا القافيه، تستاهلون جميع والله، يطول اعماركم ويبيض وجيهكم. ايش تقول ابو سعد الجمعاء؟ تستاهل والله.